السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم حسب التسريبات، يعني وين التسريبات ونقولوا باللي التسريبات وين أكدت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف، يعني تأزم علاقة بين الأخير والمشرف وصلت إلى حد نهاية، يعني وين حد التهديد، يعني بالتهديد بالمغادرة المنتخب الوطني. يعني بصح انت خدام عندك المستطيل الأخضر، تيجي سرار، يجي الحاج محمد راهو انت عليك مستطيل. ديشون جاو من الكوب دي موند قالوا له رئيس اتحادية، ما سمعنا والو على ديشون قال على قلعتو لي رئيس اتحادية ولا تا نورمال. ما خابين رواحكم انتم، راكم غابين رواحكم، نورمال عادي غابين رواحكم. لا تا غابر روحك انت، اللي باه يجي الله يسهل عليه. انت عندك منتخب وطني، عندك مشروع عظيم، يعني من اجد كاس العالم 2026 باغي نسمعها، 2026 باغي نسمعها. ما سمعت 2026. من 2019 كان عندنا كوب دافريك وحده قبلها، يعني 2019 كنا غادي نلعبوا 2021 تما تاجلت 2022. 2021 كانت كاينه كوب دافريك، 2022 كاينه كوب دي موند. حنا سمعنا في 2019 سمعنا بلي كوب دي موند غادي نجيبوا كوب دي موند، كاس افريقيا هذيك راهي في الجيب الصغير. تعليم دات الكامل اللي خرجنا بما اكبر مهزله في تاريخ كرة القدم الجزائري، في 24 فريق كلاسينا لافون ديرني، وفي مجموعة ضعيفة. حتى الكاميرون كان ضعيف، الكاميرون كان قوي، يعني بسبب هشاشة أفكار مدرب وهشاشة الخطة. يعني شعلنا أنا من اليوم نطالبكم، يعني هذو اللي يهضروا على هضروا على 35 وعلى التاكتيك العالمي وكلش، وهذا المشرف تاعكم، انا شرحوا لي ديروا حاجه، كشرحوا لنا 30 دقيقه، شرحوا لنا 30 دقيقه برك امام الكوتيفوار، ماشي الكاميرون، امام الكوتيفوار برك. شرحوا لنا هذه 30 دقيقه امام الكوتيفوار، هذا مكان. شرحوا لنا 30 دقيقه امام الكوتيفوار، هذا مكان. حاجه واحده اخرى ما على باليش، قولونا امام الخطيبه، ما نقولكمش التاليه امام النيجر في تونس ما لحقناش نديرو ربعه تاع لي باس، ما لحقناش نديرو ربعه تاع لي باس باش يكون على بالكم. هذه هي تسريبات المشرف يهدد الفاف بالرحيل. اودي ها روح، ها ولعبي، ها واش غادي نقولو لك، ها روح على بيت، روح ها روح الجزائر. العام السوابي خلي العمد مركزه، ما تقلعش ما تقلعش، دوك العمد ديهم وتروح. ها روح انت جي شفتها كيما قلت لك كنتو مقبل، وروح خليها باللي ما كان والو. هذه هي روح، اش غادي نقولوا لك، هذا بيت، روح حسبتيها، حسب باللي انت غادي تحبس عندك سايك سيبون سايك، ما نزيدوش كاع مالك. وجا الاسبوع الاخير، يعني وين الشهود، نقول لكم كلمه على بال كل مدربين في العالم كاع راهم خدامين، كاع دخلوا يخدموا في البلدان اللي راهم يخدموا فيها، الا حنا برك، الا حنا اللي راهم يشوفوا في الهلال لا خرج ولا ما خرج، الطائره لا جايه، راهي كل طياره ب 100 فوت يوم يحسبوا، حسبوا الطيارات، حسبوا شحال كاين من الطياره راهي جايه وشحال من الطياره راهي رايحه، والله العظيم حسبوا، هذه هي، حسبوا لنا. يعني وين نقولوا في وين تطورات عده في قضايا، يعني المستقبل هذا المشرف مع المنتخب الوطني، وقضيه تجديد، يعني يعني عده من يعني وين نقولوا بزاف امور، وين خاصه وبعد تجديد المعلق الجزائري حفيظ الراجي للهجوم الانتقادات حاده تجاه هذا المشرف، وكشف الصحفي الجزائري عبر يعني وين كان يكشف يعني عبر تغريداته يعني في حسابه الرسمي بمنصه تويتر تطورات خطيره في مستقبل هذا الوندور. وزيد
زيد ناس اللي قال لك باللي فايق سمعنا باللي تاع الحاج محمد راوراوا، الحاج محمد راوراوا واحد الجرو، واحد الجرو خرج يعني، واحد الجرو خرج ينبح، هذاك الحاج راوراوا دراهم من دراهم دراهم، الحاج راوراوا خلى 200 خلى 1200 مليار. حاج محمد راوراوا ماشي هو اللي منع ما يخلص اللعابه المحليين، ماشي هو اللي طرطق اللعابه المحليين وطرطق طرطق بوقره وطرطق مطمور وطرطق مصباح وطرطقهم هذو، ماشي هو، ماشي هو اللي طرطق اللعابه الصغار هذوك، ماشي هو وطرطقهم وخلى دراهم، خلى الاورو دولار، خلى كلش، ماشي هو اللي كان يجيب بالكابر اديداس، ماشي هو كان عندنا كونترا مع الاديداس مع الام، هيا من بعد ولات بالكابر، ماشي هو. لا لا هو هو نحصلوا في الحاج، هو اللي كان يجيب بالكابا، هو اللي طرطق اللعابه تاع المحليين، وصلوا فينا بعد طرطقهم والله الف بداوها لليوم، الف بداوهاش لليوم، كي هما كي بوكرا كي ستاف تكنيك تاعهم كاش لليوم، الحاج هو اللي طرطقهم، الحاج هو اللي صور ستاد تاع ابها حله، ستاد هو اللي صورها الحاج وطلقه، هو اللي قال للعابه صوروا صوروا ستاد. هو اللي جاب بدران معاه وقالوا قول لهم استاد لا مليح ولا ماشي مليح، هو اللي قال لهم، هو اللي قال للعابه قال لهم صوروا لي استاد. انا نقول لكم وين بعض المصادر تقول بان هذا المشرف غاضبا يعني من تعيين من كلام على تعيين بعض الاسماء في مناصب وصفها بالمضمون تغريدة مهمة في هيئة الفاق والتي يبدو أنها لا تتماشى وسياسة العمل مع هذا المشرف. بس هذا المشرف شدخلوا في الإدارة في الكواعد شدخلوا وعدوا أنه الآخر تاعه قولوا لنا شكاين هذا عفان من التصريحات تاع حافظ كاين قانع كاين ندو. انا شفت واحد قال لهم واحد الجرو قال لهم لازم راوراوا يخرج يهدر يا ودي راوراوا ما يردش على زقزقة العصافير انتوما راكم حزقة تاع عصافير شفتوا الهدرة كاع تاعكم كاع كيداك مشى كيداك المخنث والجماع تاع هذا برناوي هذا كاع انتوما حزقة تاع عصفور عند راوراوا كي يسمعكم يسمع حزقة تاع عصفور انتوما كاع هدرتكم شنو لهولاكم دايرينه يعني حزقة تاع عصفور حزقة تاع عصفور انا نقولها لكم نتوما حزقة تاع عصفور عند بالنسبة للحاج محمد راوراوا هذه هي بالتالي كاع قاعدك هدر لكم لاكم تهدروا بها حزقة تاع عصفور واحد قال لهم لازم راوراوا يخرج يهدر راوراوا يروح قال يهدر منا ويدافع منا قال لهم راوراوا عنده دراهم راوراوا من 76 في الفيفا يقري له دروا سبورتيف يقري له دروا سبورتيف راوراوا قال لك راوراوا يبيع لي ماتش باع لي ماتش على الجزائر من اجل قال لك منصب في الاتحاد الافريقي راهو دي راوراوا من 76 وهو في الفيفا راوراوا اللي هدر عليه انفرتينو 2018 في باريس في المؤتمر تاع الفيفا باش قال لهم اليوم اللي كان عندنا فائض اموال بسبب الحاج محمد راوراوا اللي دا الناس مي كانت تحاسب في بلاتير وبلاتيني وكلش على بالك الحاج دا حزام شرف من عند الانتربول يا واد الجياح راوراوا هذا دا حزام يعني شرف للامانه يا واد الجياح قالت نتوما رجاله وراء الميكرو برك نتوما رجاله وراء الميكرو وانا مخير فيكم كاع حوالا ويرا هذا مليح الا ما كاش كاين هذا ما على باليش كاع بيكم وين حاطين هذاك المخنث وجماعته كاع هنا تدخلوا كاع نديركم كيما سيسه ندخلكم لهنا خاطش ما راكمش رجال هذه هي هاي جاي بشوية
هاي جاية دوكا دوكا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجو لنا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيح.